جدد عدد من المواطنين في عدن مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بإقالة الحكومة ومحاكمتها جراء تردي الأوضاع الخدمية في المدينة. وعبر المواطنون عن رفض فساد الحكومة وانعكاساته على حقوق المواطن بما في ذلك خدمة الكهرباء المتدهورة. وناشد المواطنون رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة النظر إلى مطالبهم بعدما آلت إليه الأوضاع في عدن والمحافظات المجاورة نتيجة الفساد في البلاد. في ظل صيف ساخن، حمل مواطنون في عدن المجلس الانتقالي والحكومة والتحالف مسؤولية تردي الأوضاع في المدينة. المواطنون نددوا بالانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي قائلين إنها تسببت بمضاعفة معاناتهم. الكهرباء يا ابني، أنا عندي ضغط السكر. نحن ما يعني أجلس مروحة متى بتصير 7 ساعات 6 ساعات. أخوار قطرة ما بداخل تلاقتي. أظل أشتري من برا عواني مكلف. شوف حبيبي راتبي 27. وصي ملف لهنا وصي ملف لهنا ولا شيء. أنا شي وجه رسالة لكل من التحالف العربي والمجلس الانتقالي بحكومة المناصبة والشرعية، أقول لهم أنتم قادة مسلمين أو لا؟ نحن مسلمين، ايش تودوا لأبناء عدن؟ ايش تودوا أبناء جنوب؟ لا فين تودوهم؟ لا فين؟ نحن دحين نحن مسلمين زيكم، شو تودون حال الصليب؟ ترجعون حال من الهلال إلى الصليب؟ قولوا كذا يعني شنو حال يعني تنصر؟ شنو حال هاجر من عدن؟ شنو حال ايش نفعل؟ نحن عدن هنا نموت، كبار وصغار وشيوخ ونساء. خافوا الله يا ناس، عملوا نحن حل. عملوا لنا حال ولا أنتم عملاء مع الغرب؟ قولوا كذا بالواضح. صارت الكهرباء تنقطع لفترات طويلة تتجاوز 6 إلى 7 ساعات، والمياه طبعا منقطعة، وهذه طبعا من أبسط مقومات الحياة التي يطلبها المواطن. ونحن الحقيقة نوجه نداء إلى كل الشرفاء إلى كل السياسيين ولكل القادة والحكومة وكل من له صلة بهذه المواقف اللي يتعرض لها المواطن البسيط. طبعا تواجدنا تواجد سلمي، نناشد كل الجهات المسؤولة ونناشد كل الدول المتحالفة أن يكون هناك موقف آخر، لأن الشعب صار يموت من هذه المعاناة. نوجه رسالة سلمية إلى أصحاب القرار، نقول لكم أبناء عدن بشكل خاص، منطقة حارة، أمهاتنا أبناءنا يموتوا من الحر، ونقول لكم حذاري إلى من صاحب القرار أيا كان حكومة أو غيره، نقول لكم حذاري. شعب لا يمكن يسكت، ما نخرج الآن بكرة وبعد بكرة حتى يتم الاستجابة لمطلبنا الشعبي. رسالة نوجهها إلى المجتمع الدولي، إلى التحالف العربي، إلى كل من له قرار في إخراج هذا الشعب من هذه الأوضاع المتردية. إلى أين تريدون السائرون بهذا الشعب؟ وقفتنا وقفات سلمية حقوقية للمطالبة بتحسين هذه الأوضاع. الأوضاع في تردي. هل يريدون هذا الشعب أن يصل إلى مرحلة الجوع والمجاعة؟ رسالة نوجهها إلى كل الأطراف، توحد يعني واحدة للخروج بحلول سلمية.